مرحبا طلاب، وياكم زميلكم رامي. انا حكون مسؤول عن مادة التشريح الـ HSF هيدونيك، هذا البعبع الكبير للمرحلة الثانية، اللي هي تقريبا مادة صعبة تعتبر تفاصيلها هواية. بس هسه قبل ما ندخل بهذا البعبع شوية نوضح كم فكرة بسيطة وخطتنا لهذا الموديول. اوكي، ولو الموديول صار صعب لان اضافه ويا النيورو اناتومي، يعني ورا ما ينزل هذا الفيديو يكون كوم امور تغيرت. صراحة شوية هذا الفيديو حيتأخر عمود اسوي، يعني عمود ينزل، لان يعني صراحة انه حكى المفروض هذه الفيديوهات تصير بداية المرحلة، لكن شوية انصدمنا بداية السنة، ازدحامات وطرق ومواد هواية ومواد جديدة، فشوية تأخر الفيديو، لكن ان شاء الله نكمل اغلى يعني جزء كبير من المادة، اذا مو المادة كلها ان شاء الله. شنو الخطة اللي حنتبعها؟ شوفوا، التشريح هي مادة بيها نظري وعملي، وصراحة واحد اهم من الاخر، يعني ما تقدر تقول انه انا اقرا النظري والعمل حيصير سهل، لا، انه هو يعني واحد اهم من الاخر، وكل واحد له في طريقه خاصه بيه. اوكي، يعني مو مثلا اقرا بس العملي والنظري هاي اعوفه فيما لا فيما لا نضبط التشريح، ولا العكس، هاي وحده. فان شاء الله انا حكون مسؤول وياكم عن الماده النظريه، عن الكلينيكال، وعبد الله حيكون مسؤول عن الماده العمليه ان شاء الله، وهو فيديوهات الخاصه بيه، هاي وحده. ثاني شيء، التشريح بشكل عام هي مادة مو مثل الفسلجة، مو مثل يعني مو حقائق علمية تجمعها ها هي تفتهمها وتجمعها، لا، انه هي شوية يحتاج لها تخيل. يعني انا اليوم جيت قريت هذا البونز، قريت هاي الشيء، عرفت انها فتحة فلانية، هنا تيوبركل فلانية، هنا عالية المنطقة، هنا ناصية المنطقة، لازم تخليها صورة ببالي عن هذا الشيء. اوكي، يعني هي شلون الجغرافيا، يعني انت هسه تلعب نفسك من اقول لك جغرافيا هتطلع من الفيديو، بس يعني شوية جغرافيا حلوة، جغرافيا طبية، يعني شو افهمك؟ انه لازم يعني تخلي صوره ببالك عن الجسم مالتك، تخلي هاي العظمه ببالك من تيجي تقرا مثلا العظمه الفلانيه بها الفتحه الفلانيه اللي يمر منها الشريان الفلاني، انت تخلي بصوره ببالك صوره عظمه، وهاي العظمه بها فتحه واللي يمر منها الشريان، اوكي؟ يعني هي هيك فكره تتخيل. فتحتاج تخيل هواي، هذا التخيل شلون حيجي؟ هذا حيجي من تشوف صور وفيديوهات هواي. اوكي، انا حطيك الفيديو التعليمي، عبد الله حيجي يشرح لك العملي، والله لو ما جيت تشوف فيديوهات من ناس سنه كامله، ما حيقدم ولا حيأخر اذا ما انت دفعت تفتح صور والمعلومات اللي خليتها بدماغك تجي تسوي لها بروسيسنج على هذه الصور، اوكي؟ وتراجع على صور، كل ما تباع صور وفيديوهات اكثر وتربطها بالماده النظريه اللي قريتها، كل ما حتكون اضبط في التشريح وافضل. طبعا اكو طلابكم يسالوني شلون احنا نقرا بتفكير دكتور نوفل؟ طبعا انا مع العلم ما شايف الاسئله، لكن حسب اللي سالتهم الطلاب هي اسئله تجي تخيليه وتفكيريه، فتحتاج تشوف صور هوايه، تتخيل هوايه، بالنهايه دكتور نوفل انسان عنده خيال، انت نفس الشيء حصل عندك هذا الخيال بالخبره وبنشوف الفيديوهات والصور وتطبق هوايه على الماده. صح انه الماده انه الوقت مالتنا ضيق، لكن تقدر تستغل كل فتره ممكنه، كل فراغ، كل جمعه، كل جسمه الى ان تضبط هاي الماده، اوكي؟ تكرار وتخيل واحد يضبط هذه المادة. هاي ثاني شيء ردت اقوله. اوكي، يلا نبلش، ما عندي شيء بعد اقوله. يعني هاي كانت مقدمة بس بسيطة، لان صراحة اول مرة اشرح تشريح، فيعني حبيت شغلي شلون يصير فد اضافة ممكن تفيد اللي قاعد يباع الفيديو. طبعا نبدأ باول محاضرة من محاضرات التشريح، اللي هي المحاضرات النظرية اللي شرحها الدكتور، واللي يسموها الالترا، يعني بها اديشنال سلايدز. ال objective describe hedonic terms of regions, structures, relations to each other. والله هيك كلاوات ال objectives، يعني ال objectives ما حتفتهمها لاي محاضره ولا اي ماده اذا ما تقرا المحاضره كلها، بعدين ترجع لها اذا اردت ترجع لها، يعني تريد ترجع لها عادي. زين، ال hedonic طبعا اول محاضرات تدرس العظام، البونز، حالها حال اي تشريح، والبونز هي صراحه اصعب جزء ممكن تلاقيه باي تكسيم، اي سيستم تاخذ بيه تشريح، اي منطق تدرس بيها تشريح، اصعب شيء بيها البونز، اوكي؟ يعني بيكون تفاصيل وبيه حفظ هوايه وبيه تخيل هوايه. فممكن انه هذا تشوفه بيها صعبه مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه الى ان السالفه تصير ببالك، فيعني ممكن هي اصعب، بس تعب نفسك بالبونز من تضبطها بقيه الامور تصير سهله، يعني ما بيها تفاصيل هوايه. والهيدونيك شنو اللي يخليه اصعب من بقيه المواد؟ لانه التراكيب متداخله واحده باللغ، يعني منطقه بصف منطقه، منطقه لازقه بمنطقه، منطقه داخله بمنطقه، مو مثل الارم طولها مادها متر كامل، لا، منطقه كلش ضيقه وبها تفاصيل وستركشرز هوايه، فهذا اللي يخليها من ضمن الاشياء اللي تصعبها. وبالتكرار وشي اكيد ما تصير صعبه. المهم نبلش الهيد، يا ترى يقول لك انه الهيد اللي هو راسك هو كومبوز اوف سيريز اوف كومبارتمنتس which are formed by bone and soft tissue they are. انت راسك هذا هو عباره عن شنو؟ عباره عن عظم وسوفت تيشو، يعني عضلات، انسجه، لسانك، الجلانز اللي موجوده، شيء كلها ذني
كونتها راسك. اذا هو عباره عن عظام، عباره عن سوفت تيشوز، اوكي؟ وذني مرتبات بترتيب معين بحيث سويت لك كومبارتمنت، سويت لك غرف، سويت لك مناطق محدده، اوكي؟ شلون انت تشنج بالابر لمب واللور لمب، تاخذ الانتيرير كومبارتمنت والبوستيرير كومبارتمنت، عباره عن جزء غرفه محدده فيها تراكيب محدده، اوكي؟ فنفس الشيء هنا، جت العظام ترتبت بترتيب معين، سويت لك هنا دائره او يعني مو دائره، يعني حتدرس تشريح تشوف انه هي عباره عن شكل بيراميد ان شيب. بس احنا خلينا شيء تفصيل بسيط، لان هاي انتروداكشن على الموضوع، ما نريد نعقد من البدايه. سويت لك هنا دائره، عظام التمه، سويت هنا دائره، قعدت بها العين، سميت لك اياها الاوربس، اوكي؟ هاي صارت كومبارتمنت، صارت منطق، صارت غرفه للعين. جتي والله عظام معين، سويت لك هنا تجويف، تجويف نازل هيك، سويت لك النيزل كافيتي اللي هو تجويف الانف، سويت لك هنا حيقك، سويت لك هنا قناه توصل للدماغ، سميت لك اياها الاذن، الاذن الوسطى والانر والميدل والاكسترنال. المهم هي هيك الفكره، انه هي عباره عن بون وسوفت تيشوز ترتب بترتيب محدد، سويت لك كومبارتمنت، ها كومبارتمنت تجمعهم كل هنا براسك، تطلع لك الهيد، اوكي؟ من هذين الكومبارتمنت؟ مثلا الكرينيال كافيتي، الكرينيال كافيتي هي الكافيتي، هي الغرفه الكبيره، اكبر غرفه موجوده بالراس اللي هي يكون بها الدماغ، اوكي؟ اللي هي صارت داخل هنا، وين هاي العظمه اذا نشوف اذا تفتحها تطلع لك الكرينال كافيتي، تطلع لك الغرفه اللي بها الدماغ. خلينا نشوف صور عليها هنا، يعني اول واحد يفتهم خاف انه ما يعرف شنو كرينال كافيتي اصلا. هاي الكرينال كافيتي، هاي الجمجمه قصيتها بالنص، نصها هاي الكرينال، هاي يقعد الدماغ، هنا يقعد الملك اللي هو مشي كله، مشي جسمه كله الدماغ، وهو يقعد بهاي الكافيتي، اوكي؟ تنسد من الجهه الثانيه فيكون مسدود من جميع من كل الجهات، فما ياخذ حريه بالحركه، وهذا المفروض ان الدماغ يوقف مكانه. هاي جزء واحده من الكافيتيز اللي موجوده. الكافيتي الثانيه اللي هي الاير، اللي هي الاذن، اللي هي عباره عن فتحه هنا تشوفوها، انت تشوف اذنك، تشوف بس جزء الكارتلج منها، جزء الغضروف، اكو وراها عظم، وهذا العظم يستمر الى ان يوصل للكرينال كافيتي اللي بها الدماغ، اوكي؟ فهاي هي الاذن اللي هم تعتبر كومبارتمنت، الاوربس اللي هي المحجر مع العين اللي تقعد بيه العين اللي هم كومبارتمنت، النيزل كافيتي، كافيتي يعني هي وحده، او نيزل كافيتيز، يلا نيزل كافيتيز اللي هي شنو؟ اللي هي خشمك، بس خشمك مو بس هذا اللي تشوفه اللي هو الكارتلج، لا والله خشمك هذا الكارتلج من الشيله، حتشوف اكو قناه هنا تستمر، القناه كلها مفتوحه، وهاي القناه تروح تنزل وين؟ ويم البلعوم، يسموها اللي جاي من الخشم يسموها النيزو فارنكس، بعدين الفارنكس، بعدين تروح تنزل الى تشوف قدامها التريكيا وتشوف قدامها المريء، اوكي؟ فخشمك مو بس هذا، هذا اصلا يعني جزء كلش تافه من خشمك هذا اللي تشوفه انت الكبير، اللي هو عباره عن فقط كارتلج. ورا هذا الكارتلج اكو فد انبوب، طبعا خشمك صاير شلون؟ اذا نرجع نرسمه، هو عباره عن فتحه صايره هيجي، صاير بين العين فتحه مثلث بايروفورمس، او تري يسميها مثلث كومثريه، فتحة وتدخل، وقلنا قناة، قناة تستمر انها توصل للبلعوم، اوكي؟ والاورال كافيتي اللي هو تجويف الفم، هذا هو تجويف الفم او الاورال كافيتي اللي بسنونك ولسانك وشيء، هاي كلها تفاصيل بسيطة. هاي المحاضرة اصلا ما لها علاقة بام الهيدونيك، لان هي محاضرة انتروداكشن. زين، نشوف هذين الملاحظات اللي موجودة بالاصفر. هنا يقول لك هاي هنا تقروها. ثانية، الـ special organ contains many specialized organs مثل الـ eyes, the ears, the nose, the cavity and the brain. يعني يقول لك يا ترى الهيد هو عضو مميز بين الكومبارتمنتات، فما يضيف معلومة جديدة على الشيء اللي قلناه. ننتقل للسلايد اللي بعده. يقول لك الـ ear. الـ ear قلنا هي شنو؟ هي الاذن. الاذن انت تشوفها انت شنو؟ هي هاي الاوريكل، هذا الغضروف، ورا الغضروف، هذا الغضروف من الشيء ايش عندك؟ شوف هذا هيات الغضروف. خل نرسم على مود يبين. هذا هو الغضروف. من سوخره راح يبنى عظم، وهذا العظم يستمر الى ان يوصل للدماغ، وتطلع منه من هاي ستيشن تيوب او قناه اوستاكي او الاوريكولار تيوب، بعدين الاوديتوري تيوب عفوا، بعدين تاخذون المحاضرات الجايه. المهم في يقول، يقول لك يا ترى most of the ear apparatus on each side is contained within one of the bones forming of the floor of the cranial cavity. يقول لك يا ترى الاذن مالتك اغلبها صايره عباره عن عظم، صايره داخل عظم اللي هو temporal bone، مو مهم حاليا تعرفه، بس هو المهم داخل عظم. هاي كلها هي جزء الاغلب من اذنك، اما هذا البره هو جزء كلش قليل من اذنك، هو اللي هو الكارتلج او الاوريكل، اوكي؟ فيقول لك انه هذا الاذن قلنا اغلبها صاير داخل عظم، وهذا العظم يا عظم هو هذا العظم هيات هنا، هاي عظمه صايره هنا يسموها تمبورال بون، طالع منها فتحه بها فتحه وتستمر مثل الانبوب، تكون باذنك الى تدخل للدماغ، وين هنا الدماغ صاير.
فهذا العظم شو يقول لك؟ يقول لك يكون جزء من الكرينيال كافيتي، يكون من الغرفه اللي بيها الدماغ. طبعا شوفوا هذا العظم شو يكون؟ يكون جزء من الغرفه اللي بيها الدماغ، فما بيها المعلومه شيء غلط. يقول لك يكون الفلور اوف ذا كرينيال كافيتي، ها هنا لان هذا الدماغ قاعد، وهاي هي العظمه تطلع منها مثل البروز تستمر بيه الاذن. هاي العظمه صار وين الدماغ؟ جوه. فيكون لك جزء من الكرينيال كافيتي. الاكسترنال بارت اوف ذا اير اكستند لاترالي فروم ذيس ريجز، من هاي المكان العظم اللي بيه جهاز الاذن، يعني الاذن مالتك طالع منها الاوريكل اللي هو الجزء الغضروفي مال الاذن اللي هو الجزء الاكسترنال الخارجي. الاوربت محجر العين او المنطقه اللي تقعد بيها الاي بول. ذا تو اوربتس كونتينز ذا ايز، اوكي؟ They are cone-shaped chambers immediately inferior to the anterior aspect of the cranial cavity. شنو يعني؟ يقول لك يا ترى المحجر هو شنو؟ محجر العين هذا، اذا شلنا هاي الطوق الاي بول، جت واحد وشلت عينه، اللي حيطلع لك هو جزء هيك شكله. خلينا نرسم هنا، حيطلع لك شكل هو هيك شكل، يطلع لك شكل بيراميد او شكل مخروط. اوكي؟ شكل المخروط هذا القمه مالته الايبكس صار لي جوا، والقاعده مالته البيس صار لي برا. اوكي؟ يعني انت هاي عيونك صار جزء، يعني انت متبع على عين الشخص، هاي القاعده مال محجر العين. محجر العين هي هذا الغرفه، هاي الكومبارتمنت كلها ما لها علاقه بالاي بول. هاي الكومبارتمنت عباره عن بيراميد، الايبكس مالته القمه مالته هاي صايره هنا، صايره للداخل باتجاه الكرانيوم، باتجاه اتجاه الجمجمه، واللي برا هو البيز مالته. اوكي؟ يقول لك immediately inferior to the anterior aspect of the cranial cavity. cranial cavity منو؟ قلنا هاي الغرفه اللي بها الدماغ، اللي هو الدماغ صاير وين؟ صاير هنا، فهي صاير شنو؟ inferior لها. الاوربت صاير inferior للغرفه اللي بها الدماغ، اوكي؟ and the apex of each one is directed posterior medially. الايبكس مال المحجر تشوفوا. انا عندي كم عين؟ عندي اثنين. اوكي؟ فشلون ذن حيكون اتجاهنا؟ قلنا الايبكس مالته صاير لي وين؟ صاير لي ورا. العين مالتك اذا جيت ترسمها هي والعظام والتراكيب ذني كلهن، حيصير شكلها هيجي، هاي عظمه وهاي عظمه وبعدين هيجي عظمه وهيجي عظمه وهنا تقعد العين. اوكي؟ فالشكل طلع شنو؟ طلع شكل بيراميد. هاي هي العيون بالحقيقه، يعني الشكل انا شيء اناتومي، انه لاين عدلات بارلل تو ايتش اذر ولاين صارت اوبليك. فشفته من هذا الايبكس وين صاير؟ صاير بوستيرير يعني راجع لي ورا، وصاير ميديالي صاير يعني مو عدل، لا صاير شويه ميديالي. اوكي؟ يعني ذن اللاينات الاثنين، يعني اللاترال سايد اوف ذا اوربت، يعني الجدار اللاترال مال محجر العين ما ماشي عدل، وانما ماشي ميديالي. هاي الفكره اللي يوصل لك اياها. يقول لك ذا وولز اوف ذا اوربت ار بونز. الجدران مال محجر العين، هاي الكومبارتمنت، الحيطان مالتها اليمين واليسار، اوكي؟ هو وحتى الفوق والجو هو عباره عن عظم، عظام محدده سوت لك هاي الغرفه. لكن يقول لك وير از ذا بيز اوف ايتش كونيكال تشامبر، البيز القاعده مال كل هاي اوربت هي عباره عن شنو؟ عباره عن فراغ طالع لي برا، فراغ وممكن ينسد وممكن ينفتح بالايلتس بالجفون مالتك. اوكي؟ اتوقع الفكره كلش بسيطه وواضحه. النيزل كافيتي. النيزل كافيتي طبعا هاي المحاضره تقدر يعني اصلا تعوفها بس ما عدا الكلينيكال المذكور بيها، تقدر تعوفها ورا ما بس خذتها وفهمتها، يعني ما حتستفاد منها معلومات هواي. النيزل كافيتيز ار ذا ابر بارت اوف ذا ريسبيرتوري تراكت اند ار بتوين ذا اوربتس. قلنا هسه هذا خشمه الكارتلج ورا ما تشيله ايش حيطلع؟ حيطلع فتحه صايره هيك. خلينا نشوفها بالصور بكت نشوف انه صوره واضحه لها. صعد 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 اي ورا ما شفت الكارتج هذا اللي حيطلع لك، حيطلع لك هاي هاي البايروفورمس او الانتيريور نيزل ابيرتشر، هاي الفتحه اللي قدام، هذا خشمك بالحقيقه. يعني اذا كارتلج وشفت رحت شفت جثه، جثه ما بها كارتلج، شوف بس بها عظم، في اللي حتشوفه هذا هو خشمك، هاي الفتحه هي خشمك صار بين عيونك هياته، وهاي عظمه النيزل بون اللي عظمه الخشم. المهم ما لنا علاقه بها هسه، هاي هي شنو؟ هذا هو خشمك، هاي الفتحه مال خشمك، الطوب من هنا تطلع لك قناه تستمر، بعدين ترجع هيك تنزل وين؟ حلقك وبلاعيمك، اوكي؟ هناك بالضبط. اذا اخذنا صوره لاترال هسه قبل شوي شفناها، اوكي؟ من هاي الفتحه القناه كناها تمشي 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 وتنزل هيك هنا، ومن هنا حلقك همينه، ومن هنا قناه مشتركه، وهنا تجي التريكيا والاسوفيجاس المريء والقصبه الهوائيه، اوكي؟ اوكي. نرجع.
فالنيزل كافيتي هاي القناه مال خشمك مال نيزل كافيتي يعني شيء نزل كافيتي مال خشمك ار ذا ابر بارت اوف ذا ريسبيراتوري تراكت هي الجزء العلوي هي نهايه او بدايه هسه اذا اخذتها من جوه فحتكون نهايه الجهاز التنفسي او القناه التنفسيه او بدايه القناه التنفسيه يعني الهواء يدخل من هنا من هذا الكارتلج بعدين يدخل بهاي الفتحه طلعناها قبل شويه هاي الفتحه من هنا وينزل الهواء ينزل بعدين هنا يفوت بالتريكيا ويستمر على مود يوصل للرئه فهاي هي الريسبيراتوري تراكت فهو شو يقول لك؟ يقول لك هي الابر بارت اوف ذا ريسبيراتوري تراكت شوف شنو الملاحظه اللي ذاكرها هنا اللاترال وول اوف ذا يقول لك يابا تعال النيزل كافيتي ولو هاي الملاحظات المفروض يعني تسجلها يمك ترجع لها من تدرس البونز واحده واحده مال الجمجمه لكن مبدئيا يقول لك يابا ترى النيزل كافيتي هاي القناه مال خشمك تتكون من شنو هو؟ تتكون الجزء اللاترال مالتها، الجزء الجانبي، يعني خلينا نرجع على الصورة مرة ثانية. هذا الجزء اللاترال. نشوف الصورة الثانية عمود تفهم لاترال بشكل أفضل، هذا الجزء اللاترال منه يعني، خلينا نمسح. الجزء اللاترال اللي هو هذا، والجزء اللاترال اللي هو هذا، هذا يقول لك القناة كلها على امتدادها اللي قدام، اطلع بعد قبل. تتكون من شنو؟ الجزء اللاترال بس. شوف انا عندي لاترال وعندي هنا السوبيريور وعندي هنا الانفيريور اللاترال اللاترال بس من هو وهذا ما عليكم به هذا السبتم هذا في شيء ثالث يعني السبتم هو عباره عن هسه انا قلت لك هاي قناه هاي قناه تفوت منها الهواء وبعدين يروح ينزل مات المسار هاي القناه ما مفتوحه قناه واحده وانما مقسميها جزئين اكو فد سبتم اكو فد يعني عظم نازل نقسم لك اياها الى ليفت ورايت اوكي فهذا السبتم هو بالنص وهنا عندك تو لاترال سايد وهنا السوبيرير وهنا الانفيرير في شيء الملاحظه شو تقول لك اللي المفروض تفهمها وما تدرس البونز كلها بس هنا خليها ببالك الملاحظه انه يبقى ترى اللاترال وول مال النيزل كافيتي ما تجوز الفهم مكون من سبع عظمايات اوكي والسبتم مكون من عظمايتين اوكي اللي هي الفومر والبربنديكولار بون اوف ذا اثمويد او بليت مال اثمويد واكو فد كارتلج الشيء الثالث اللي هو كارتلج اللي هو امتداد مال خشمك هذا اللي قلنا عليه هسه انت لازم تخشمك هذا هنا يكون في شيء هيك سبتم هم قسمها الى فتحتين يمنى ويسرى هذا كارتل سبتم يعني هيك حتى يتحرك مو عظم فين ثلاث اشياء يعني عظمايتين وكارتلج اللي مكون من هالسبتم المهم يقول لك they have النيزل كافيتي walls floors and ceilings يعني بيها جدران وشفناهن بيها فلور وبيها سوبيريور اللي هو السقف مالتها which are predominantly composed of bone and cartilage اللي تتكون لو من عظم لو من كارتلج كما شفنا يعني كما شو ما شفنا قبل شويه. The anterior openings to the nasal cavities are nares or nostrils. يعني انا شلون ادخل لهاي الفتحه مال الخشم مال واحد انسان طبيعي ادخل له من هاي الفتحتين. اوكي؟ هاي الفتحه هاي الفتحه وهاي الفتحه منها وادخل للنيزل كافيتي. اوكي؟ اذا سويت عمليه تريد تدخل للفتحه هذيك الكبيره مال العظم تدخل لها من هاي الفتحتين، هاي الفتحه وهاي الفتحه اللي موجوده عندنا كنا، اوكي؟ هاي يسموها شنو يسموها النيرز او النوسترلز. And the posterior openings are cornea posterior nasal apertures. اوكي نرجع للصور. انا قلت لك طبيت خشمك من هنا وهاي الفتحه مال العظم وقلنا قناه تستمر بعدين ترجع تنفتح هنا. من انفتحت من هنا لورا اكيد اكو فتحات اثنين اللي انفتحت من خلالها صح ولا مو صح؟ ياتها هاي الفتحات. فهاي الفتحات يسموها كونيا. هي كونيا معناها فتحات. بس صارت لي ورا يسموها posterior nasal aperture aperture يعني فتحه posterior لي ورا يعني كل قدام ذني اللي شفناها قدام اوكي طبعا بالتشريح ذني النوسترلز والنيرز ما لنا علاقه به احنا حندرس كاول محاضره جمجمه عظم فما حنشوف كارتلج بالعظم فاللي نعتبره الانتيريور نيزل ابيرتشر فتحة الاماميه مال الخشم اللي هي هاي عباره عن البايروفورمز او هاي الكمثريه الشكل اوكي والخلفيه تنزل طب القناه وترجع ترجع ترجع لان تطلع من ذن الفتحتين اللي منهم مقسمين الفتحتين السبتم اوكي مقسمين الفتحتين مقسمين فتحتين ذن الفتحتين اللي ورا اللي حترد اللي تنفتح وين حتنفتح بالبلعوم هنا موجود النيزوفارنكس او البلعوم وبعدين تدخل للتريكي فذن شو يسمون الفتحات اللي ورا يسموها كونيا او يسموها posterior nasal aperture continuous with the nasal cavities يقول لك هاي القناه مال خشم هاي من هنا واطلع من خشمك انت شوف من هتطلع شوف انه صورة اوضح لحظة اي هاي النيزل ابيرتشر
مو هي في عبارة عن تجويف يدخل بيه الهواء وشي، اكو بالعظام الجانبية اله ناب هاي العظمة يظن العظام وشي، عبارة عن اكو فد غرف فارغة بيها بس هواء، غرف فارغة بيها بس هواء، يعني انا العظمة هاي من اجي الزمها، خلينا نجي نرسم عظمة مثلا هاي العظمة الفلانية، مو والله العظمة مليانة كلها وشلون نقول مليانة ملي من جوا كلها عظم، لا العظمة هي عبارة اكو بيهن اجزاء من العظام ذني عبارة عن بس الهيكل ومن جوا فارغة بس هواء اكو، وتستمر الهيكل مالتها وبعدين اكو فتحة صغيرة تطلع منها الهواء، وهاي الفتحة وين تنفتح؟ تنفتح بهاي الكافيتي بالنيزل كافيتي، اذا هذا المجزلة اللي هنا بيها هاي عظمة سموها المجزلة، المجزلة ورا هذا دا اشوفه انا اكو فد غرفة هنا صايرة سادها الهيكل، غرفة هذه الغرفة بيها هواء اير ساينس، بعدين هاي الغرفة بيها فتحة تنفتح على شنو؟ تنفتح على النيزل كافيتي، تنفتح على التجويف الانفي. زين شنو فائدة هاي الغرف اللي بيها هواء ما ادري شنو؟ اول شيء انا ما اريد العظم كله مليان عظم، يعني هاي العظم هاي عظمة مثلا هذا الهيكل وجوه كلها محشاية عظم عظم عظم، اذا كل العظام ما اتصلت بيها هيجي حصير وزن الجمجمة ثقيل، السكالوب تكون كلش ثقيلة فما يتحملها الفيرتبرال كولوم، ما يتحملها الجسم فما تفيدني، انا اريد اخفف على نفسي، هاي واحدة. اثنين تدرون هواء وفراغات وشي فتدخل بالصوت اخراج الصوت، لان يصير اكو مثل الفايبريشن ويصير بيها مثل الامواج وشي فيطلع صوتك انت، يعني اذا خلى ذني سديناه حيتغير صوتك، هاي اثنين ويعني الها اسباب ثانويه ما لنا علاقه بيها هسه هنا، بس المهم تعرف انه هنا اكو فتحات بيها هواء، شو يسموه؟ يقول لك continuous with the nasal cavity، يعني اكو قنوات اكو مفتوحه مناطق او غرف ويا النيزل كافيتي مالتك عباره عن اكستنشنز او غرف مليانه هواء يسموها paranasal sinuses الجيوب الانفيه which project laterally، يعني هاي اللي تلاقيها له هنا laterally لو تلاقيها superiorly وهيك شيء and posterior تلاقيها لي ورا posteriorly into the surrounding bones، يعني موجوده بالبونز المحيطه بهاي النيزل كافيتي. اوكي هنا اكو اثنين فرونتال ساينس، هنا اكو ماكسيلري ساينس والى اخره، ما حتدرسها هسه، من تدرس البونز كلها تعرف واحده واحده. يا بعدنا الاورال كافيتي اللي هو التجويف الفمي، تجويف الفم. شوف اكو ملاحظة عندنا هنا مهمة عبرناها. هاي هيك كلاوات. The sinuses are filled air filled spaces that found inside the bone. These are named after the bone. يعني يقول لك السينس نسميه باسم البون مالته، اذا انا عندي بون اسمها فرونتال فالسينس اللي بيها اسميه فرونتال سينس وهيك يعني. يقول لك الاورال كافيتي او التجويف الفمي is inferior to the nasal cavities، هو صاير جوا النيزل كافيتي، اكيد اذا تخشمك جوا شكو حقك. جوا التجويف الانفي اكو التجويف الفمي او الفموي اللي هو اورال كافيتي، اورال يعني فم، كافيتي تجويف is inferior to the nasal cavity is separated them from them by palate. لحظة is separated from them by palate from the nasal cavity. شنو هو البالت؟ البالت هو عبارة عن عظمة وغطيها سوفت تيشو شيف، هاي هي البالت، اكو هارد بالت واكو وراها سوفت بالت اللي ما بها عظام تكون هيجي تكون كلش رخوه، فلهاي يسموها هارد لان بها عظم وتكون قاسيه، وهيك يسموها سوفت لان ما بها عظم وتكون رخوه. منو ذني عرفني عليهم؟ اللي هي عباره عن السقف مالتك الفم، تجويف الفم تدخل اصبعك بحلقك للسقف مالته حتشوف منطقه صلبه اوكي ومغطايه بميوكس ممبرين، هاي تشكل السقف مال فمك تجويف الفمي الاورال كافيتي والروف والقاعيه مال تجويف الانفي اللي هو النيزل كافيتي. اوكي هاي الصلبه ارجع لي ورا ارجع لي ورا حتشوف منطقه رخوه اللي هي يسموها السوفت باليت، هي كلها يسموها البالت. اوكي زين separated from them by the palate the floor of the oral cavity، القاعيه ما تجوف الفمي مالتك اللي هي عباره عن سوفت تشو لسانك وعضلات وما ادري شنو ما ادري شنو، وبعدين حتكمل لي واذا تنزلها تنزلها تتكمل للنيك مالتك للرقبه. The interior opening to the oral cavity، يقول لك شلون تدخل الاورال كافيتي من قدام؟ تدخلها من حلقك من مالتك الماوث اللي يسموه اورال فيشر الماوث. The posterior opening اللي هو الاوروفارنجيال استيمس، الاوروفارنجيال استيمس اللي هو ياهو اذا هذا هذا تشوفوه هاي الفتحه اللي بها هذا يعني هنا هاي البروز طالع هنا من هاي السوفت بلت، طبعا هاي الهارد بلت، هاي البروز الطالع منه وهاي هنا الارش الصاير والبيز مال لسانك ومن هنا ذني العضلات وشي، هاي الفتحه كلها هاي يسموها الاوروفارنجيال استيمس اللي هي البوستيرير اوبننج الفتحه الخلفيه مال من؟ مال الاورال كافيتي.
اوكي زين. Unlike the nears and cornea يعني يعني ما لها علاقه بالكونيا والنيرز اللي هي مال مال نيزل كافيتي which are continuously opening. طبعا فتحات مال خشم شكو فتحه موجوده بالنيزل كافيتي سواء كان anterior posterior ذني شو اسمه النوسترلز ذني لازم تكون دائما مفتوحه للانسان دائما يتنفس. يعني مو انا والله اذا نمت اسدهن ورا شويه اضوج افتحها، لا ذني لازم دائما مفتوحات. بينما الفم لا مو له دائما مفتوح، مو له دائما، انت مو دائما تاكل مو دائما تحكي اوكي. فالفم ممكن اسده، ممكن التجويف والقناه الريسبيراتوري ما يصير اسدها، اسدها ما يعني شيء مو ممكن مو عملي انه انا لازم دائما اتنفس اوكي. لان اما الفم مو ضروري انه 24 ساعه مفتوح. ف unlike the nares and cornea which are continuously open both the oral fissure and oropharyngeal isthmus. الاورال فيشر اللي هو هذا فمك، هاي شفتي الشفتين مالتك واحده مطبوقه على الاخت وين فيشر يسموه اورال فيشر. فهذا الاورال فيشر كذا سده ويقدر فتحه. وهاي الاستيمس سواء واحد يقول لي اقدر اسدها، اي تقدر اسد هاي العضلات تتقلص. شوفوا هنا كلها عضلات اكو، هنا اكو عضلات وشي فكلها تتقلص وشي فتسويها كلش ضيقه وتسدها اوكي. من تبلع من تبلع الاكل تسدها وما تخليه يرجع. فذني ممكن يسدون يفتحن حسب الاحتياج، ومنو يسدون يفتحن صارون دبر سوفت تشو. يعني حتى هنا الشفته مالتك منو حينزلها صعد غير العضلات، ف بتقدر تسدها وتفتحها بالسوفت تشو. النيك صار خلصت فد يعني فد شورت بريف عن الهيد. نرجع على النيك. النيك اللي هي الرقبه اللي صايره جوا الهيد extends from the head above to the shoulders and thorax below. Its superior boundary is along. يقول لك يا بهاي الرقبه مالتك اللي هي شلون الوصله بين راسك وبين الجذع مالتك، فهي من تمتد تمتد من راسك فوق الى الكتف والثوراكس مالتك جوا. اوكي يقول لك its superior boundary is along the inferior margin of the mandible. الرقبه مالتك السوبيريور، هاي الرقبه مالتك عرفناها، هاي الرقبه مالتك السوبيريور باوندري مالتها الانفيرير مال الماندبل. الماندبل هو الفك السفلي مالتك، هذا لازم الفك السفلي اللي تطلع لحيتك يمه، الفك السفلي مالتك اللور جو من يمه تبدي الرقبه وتنزل لي جوا، ومن القاعده مال الجمجمه هم تستمر. يعني هاي يقول لك من الماندبل والبونز فيتشرز اون ذا بوستيرير اسبكت اوف ذا سكال، ومن القاعده مال الجمجمه هاي كلها مالتك الرقبه من فوق وتنزل لي جوا. يقول لك الرقبه بيها بوستيرير يعني بيها جزء بوستيرير وجزء انتيرير. طبعا اذا عدل نفسك هالسته وباوع لقدام حتشوف فتشك نفس قاعده الجمجمه نفس المستوى، لا حتشوف قاعده الجمجمه صاعد عن فتشك، فتشك نازل لي جوا اوكي. فالبوستيرير نيك جزء البوستيرير مال نيك حيكون longer than the anterior part of neck. فالبوستيرير نيك is higher than the anterior neck. ليش؟ to connect cervical viscera with the posterior opening of the nasal and oral cavities. يقول لك هاي عمو شنو يربط لك السيرفايكال فيسرا بالاوبننجز مال النيزل اورال كافيتيز. الانفيرير باوندري اوف ذا نيك، الانفيرير باوندري اوف ذا نيك، الانفيرير باوندري الحدود السفلى مال النيك هي شنو هي؟ اللي هي الاسترنام، هذا الاسترنام هنا الكيد كلافيكل والكرومين بروسيس اللي هنا هذا اللي هو البروسيس مال سكابيولا، هاي كلها من هنا تمتد هيك هاي الجزء السفلي القاعده مال النيك. يقول لك النيك بيها كومبارتمنتات، بيها غرف، شلون ما عندي الهيد بيها غرف، شلون ما عندي الارم بيها غرف، شلون ما عندي الثاي بيها غرف، بيها كومبارتمنتات معينه النيك. الكومبارتمنتات ذني واصعب كلمه كومبارتمنتات الغرف خلينا نقول او الكومبارتمنتس. الكومبارتمنتات رجعنا اليها، الغرف ذا نيك هاز فور ميجر كومبارتمنتس which are enclosed by an outer muscular fish collar. يقول لك يا هي عباره عن شنو؟ هي عباره عن اربع غرف، غرفه غرفتين ثلاثه اربعه، اربع غرف ومحوطهن بكولر. كولر يعني قلاده، يعني هيك شلون حزام او قلاده، المهم يعني هي فد شيء حوطها مسكولو فيشل، ممكن عضلات ممكن فيها شيء، احوط هاي الاربع غرف. اذا انا عندي اربع غرف ومحوطهن بسور اوكي، هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة محوطهم هذا السور اللي مسكو فيشل كولر. يقول لك عندي الغرف شو يسميهن؟ عندي الفيرتبرال كومبارتمنت، هاي الغرفة اللي سميتها فيرتبرال لأن بيها الفيرتبرا وبيها عضلات معينة حولها. Contains the cervical vertebra and associated postural muscle. شنو postural muscle؟ هي العضلات اللي تحافظ على البوستشر مالتك، تخلي راسك عدل، تخلي ظهرك شوية منحني من نام من تحافظ على مالتك البوستشر، على الوضعية مالتك الثابتة، يسموها البوستشرال muscles. عندي الفيسرال كومبارتمنت، الغرفه مال الفيسرا اللي بيها الاحشاء.
شنو هاي بيها؟ بيها الجلاند مثل الثايرويد جلاند الباراثاي هاي اللي هياتها هاي الفيسترال كومبارتمنت، بيها الثايرويد جلاند، بيها الثايرويد، بيها الثايموس، وبيها الريسبيراتوري والدايجستيف تراك ذات باس بتوين ذا هيد اند ثوركس، بيها المري والاسوفيجس هو نفس الشيء والتريك يقول. واكو هنا غرفتين اللي بيها الميجر بلاد فيسلز وبيها الفيجاس نيرف. من ذن الفيسلز بيها الكاروتيد ارتري وبيها الجوجولار فين وبيها الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف يدخل ينزل من الدماغ يروح يسوي يلعب لعب بالثوراكس بالشي، يعني الى فد يعني الى دور كبير كلش بالتغذيه العصبيه مال بين المناطق، خصوصا بما يتعلق بالباراسمباثيتك او السمباثيتك ما اتذكر، بس المهم العلاقه بهاي الامور. واكيد حتعبر منه الكاروتيد ارتري والجوجولار فين، ذن الارتري وهذا الفين هم يغذوا لك الهيد مالتك، يغذوا لك الدماغ والمننجيز وذن السوالف كلهن، هو لها علاقه بالتغذيه الفوقاهن. اوكي، فهي شلون الكيبل اللي يغذي لك الهيد ذا تو. طبعا هنا ما يحتاج اعصاب تصعد لان هو الدماغ كله اعصاب، فاوكي اعصاب تنزل بس مو تصعد. ذا تو فاسكولار كومبارتمنتس كونتين ذا ميجر بلاد فيسلز اند فيجاس نيرف. المهم زين، نرجع على هاي السكال. طبعا اخذناه فوق وكله اوفر فيو، وهذا هم اوفر فيو، بس حندخل الاوفر فيو مال بونز. يا بالسكال هي عباره عن، احنا نجي نشوف هاي السكال، كنا شايفين هاي السكال، ماكو واحد حتى من هو طفل شايف اكيد هاي السكال ويعرف انه هاي الجمجمه والى اخره. بس اللي ممكن جديد انه هاي مو عظمه واحده، انما مجموعه من العظام، بس هاي العظام ملتحمه واحده باللخ، لازقه واحده باللخ بحيث ما تتحرك، فكونت لك هذا الشكل اللي يبين انه عباره عن قطعه واحده، انما هو مكون من عده قطع. اوكي، كم قطعه؟ يقول لك يا بل ترى السكال مكونه من شنو؟ من 22 بوناي، من 22 عظماي. شوف هذا، شوف شلون هسه الصوره كلش حلوه، هاي انه مفلس لك اياها العظمه يا ذني. هاي الفرونتال، هاي عظمه وذيك عظمه، وهاي عظمه وهاي وهاي هاي. ذن العظام بيهن فد فرايتيز معينه، اكو بيهن عظام موجوده بس وحده من يمها. شلون عندي الاسترنم، شوف انا عندي خل طفل مثال، عندي هيومرس يسموه عظمه موجوده يمنى وموجوده يسرى. الفيمر عظمه يمنى ويسرى، بس الاسترنم هي عظمه واحده ماكو غيرها موجوده بالنص. نفس الشيء ال مثلا يعني ال يعني مثلا هي الجمجمه، نرجع بها عظام مثل هاي البون موجوده بس مكان واحد. اكو عظام موجوده بس وحده منها، اكو موجوده يمنى ويسرى. مثلا هاي عظمه يسموها الفرونتال بون، اخر كوبرايتال بون موجوده ليفت وموجوده رايت. هاي الفرونتال بس موجوده وحده بس ماكو غيرها، هاي اللي ورا اوكسيبيتال موجوده بس وحده. فذني الفرايتيز اللي موجوده، العظام كلهن ما يتحركن، كل العظام مال الجمجمه ما يتحركن. ليش يعني؟ هي شوف عادة الوظيفة أنا أحتاجها بشيء اللي يناسبني، زين شنو أحتاج إنه أحرك عظام الجمجمة؟ يعني أحركها عمود أفتحها وأروح أطلع الدماغ وأرجع، لا أنا الدماغ عضو كلش سنسيتيف، يحتاج حماية كبيرة، فكلها ما يتحركن ما عدا الماندبل، ما عدا هذا الجو، الفك السفلي، حتى الفك العلوي ما يتحرك، الفك السفلي هو الوحيد اللي يتحرك. ها هناك جوينت يسموه التيمبرو مانديبولار جوينت، هو العظمة الوحيدة اللي تتحرك عمود تخلي مالتك الجو، اللور جو أو الفك السفلي، خليك ياكل، خليك تهضم الاكل بالاورال كافيتي، فهو العظم راح يتحرك. لان العظام مجموعه كلها ايش قد 22 عظمايه. بس هسه ممكن حناخذ بعدين انه هنا لا، لا والله انه هنا مو 22، اكو عظمايات زايده. اي اكو عظمايات بالاذن الوسطى، واكو عظمه هنا جوا اسمها الهايود. هاي العظمه الهايود هي عظمه عباره صار هنا بالنك، وهاي العظمه الحلو بيها انه ما مشلبه باي عظمه غيرها. هي العظمه مشلبه بس بعضلات، ماكو اي عظمه تشلب بيها، صار هنا جوا بالنك. واكو ثلاث عظمايات موجوده، فاي موجوده بالنك فما لنا علاقه بيها. نرجع على البقيه، اكو بالاذن الوسطى اكو ثلاث عظمايات اللي هي المطرقه والسندان والمدري شنو ذني، ذني عظمايات اللي لها علاقه بالسمع ما لها علاقه بالارتكليشن، هي وظيفتها مميزه، وهن عظمات وشكلهن وتركيبهن وظيفتهن كلش مميزه، فما لها علاقه بهن، ما محسوبات. ذني ناخذهن من ندرس الاير. فذني 22 عظمايات عظمايه ما عدا ذني المطرقه والسندان اللي هي الستريبيز ومدري شنو ما اتذكرهن، ما عداهن ذني 22 عظمايه، 22 عظمايه، 21 وحده ثابته ما تتحرك، وحده بس تتحرك اللي هي الماندبل، وذني ال 22 تشمل الزوجيات هم يعني، يعني من يقول لك 22 يعني تشمل هاي وهاي، احنا قلنا ذني كل ليفت ورايت اثنين محسوبات ضمن ال 22 مو بس وحده، اوكي؟ اوكي. عندنا هذا السكليتون، يقول لك يا ترى السكليتون مالتك الجهاز الهيكلي، اكو الجهاز الهيكلي الاكزيال واكو البريفرال. الاكزيال اللي هو صار رجع عمودي اللي يكون من الجمجمه والعمود الفقري والبيلفس وما الى اخره، اقصد الساكرام. والبرفرال اللي هو العلاقه باللمز مالتك بالاطراف العليا والسفلى، معلومات يعني
مو مال المرحله الثانيه، هاي مال المرحله الاولى. يقول لك الاكس جي 80 بوينت ما يهمني، اللي يهمني شنو؟ انه السكال، السكال بيها 8 و14، يعني شنو؟ يعني 22. بس هاي ال 22 مثل ما قلت لك اكو بيرد بونز، اكو عظمات موجوده يمنى ويسرى، اكو عظمه موجوده بس وحده منها، قسمك اياها تقسيم ثاني اللي هي كرينيال بونز وفيشيال بونز. شنو كرينيال بونز شنو فيشيال بونز؟ الكرينيال بونز هي البونز اللي تكون لك هاي القبعه اللي تحوط الدماغ، اللي يسموها نيورو كرينيوم همينة، هسه حناخذها، تحوط لك الدماغ، تغلف الدماغ، تحمي الدماغ، يسموها النيورو كرينيال بونز. تكون لك الكرينيال كافيتي اللي داخل الغرفه اللي داخلها الدماغ، هاي العظام اللي هي هاي الفرونتال والبرايتال والزايوان ذني، والعفو مو الزايجوماتيك، التمبورال والسفينويد ذني، يكون لك نرجع صوره ثانيه، هاي ذني العظام كلن، هاي من هنا الفرونتال والهاي السفينويد والتمبورال، كل هاي حتكون لك شنو؟ حتكون لك هاي الغرفه اللي يقعد بها الدماغ، فيسموها يسموها الكرينيال بونز. اوكي، قد عدد هنا عددين 8 تشمل الزوجيه والفرديه، يعني انا عندي 2 زوجيات واحده فرديه احسب انها 3، خلصنا منها. الفيشيال بونز هي تكون لك الوجه مالتك اللي علاقه، تكون لك الفك العلوي السفلي، تكون لك الخي النيزل، النيزل بون عظمه الخشم بني النيزل بونز. لحظه خلينا نشوف صوره الانتيرير فيو، هاي الفيشيال بونز اللي هي عظام الوجه، يعني اللي هي تمتد من هنا وانت نازل، الزيجوماتيك بون، المكزيلا شيء، ذن عددهن ذن ما لها علاقه بحمايه الدماغ ولا لها علاقه بام الدماغ، ذن لها علاقه بوجهك، ذن عددهن هوايه لان كل وحده تساهم بشكل معين بوجهك، فهن مسؤولين عن الجماليه مال الوجه، اوكي؟ هن ذن اللي يبرزن وجهك. هاي عظمه الخدود، هاي عظمه الخلي عندك خدود، هاي العظمه الخلي عندك هذا تشن الفك عفوا نسيت اسمه، المهم هو تشن وهيك، يعني ذني مسؤول عن الجماليه اكثر، والثمانيه مسؤول ذني مسؤول عن تكون لك هاي الكاب او الحافظه اللي تحفظ الدماغ. بونز اسوشيتد وذ سكيلز، هاي بونز ثانويه ما لها علاقه بذني ال 22 اللي هي 6 اوديتوري اوسيكلز، 3 يمنى 3 يسرى، ذني المنطقه والسندان والذيجي الثالثه، والهايد بون اللي موجوده بالركبه مالتك، قلنا هاي ما لها ما ترتبط باي عظمه، بس ترتبط بعضلات. عندك مصطلح اللي هو النيوروكرينيوم، كرينيوم يعني علاقه بالجمجمه يعني سكال، نيوروكرينيوم هي جزء الجمجمه اللي له علاقه او كونتاكت بالبرين، نيورو يعني علاقه اعصاب دماغ شيء، فالعظام اللي لها كونتاكت ويا الدماغ وتحمي الدماغ هي يسموها النيوروكرينيوم. عاد هنا شقنا عندنا 8 وهن الاوكسيبيتال بارايتال فرونتال تمبورال، ذني من تقراهن حترجع على هذا السلايد حتفهمها، اما حالك وش ما تفتهم منها ما تقدر تحفظ ياهن. زين، ذا سكال از ديفايد انتو نيوروكرينيوم قلنا، والفيسيروكرينيوم هي العظام مال الوجه ذني ال 14 الفيشيال بونز. اوكي؟ الفيسيروكرينيوم 14 ذي فورم ذا سكيلتون اوف ذا فيس. هذا هو الفيسيروكرينيوم ذني 14، يقول لك هاي المكزيلا، الماندبل، الزيجوماتيك، الاكرمال، الفومر، الماندبل. زين. فد ملاحظة يقول لك يا ترى الموست كرينيال بونز اغلب عظام الكرينيال اللي يقصد بها النيوروكرينيوم اللي تحمي الجمجمة هي عظام يسموها ديبلويك. شنو ديبلويك؟ يعني عظمه عباره عن شنو؟ صار شلون ساندويتش؟ شلون اللفه؟ عباره عن كومباكت بون، طبقه مال كومباكت بون، وطبقه مال سبونجي بون، وفوقها طبقه مال كومباكت بون. فتشوف هنا تاخذها هنا بهذا الاكس راي او هذا السي تي، تشوف هنا طبقه خشنه، طبقه بيضة، كل ما يزيد البياض يعني كل ما تزيد الدنسيتي مال شو اسمه؟ مال الستركتشر اللي قدامك، فطبقه هنا أنا. اللي هي من الكومباكت بون، هنا طبقه من سبونجي بون، وهنا طبقه مال شو اسمه، فصار طبقتين بنص طبقه من سبونجي بون، هاي عم تعطيك حمايه قويه كلش، قلنا هاي الحافظه مال الدماغ، يسموها ديبلويك، يعني عباره عن طبقتين وبنصها طبقه من سبونجي بون. شنو الكومباكت بون؟ هو البون اللي ما بيه فراغات، يكون كلش قوي، كلش مرتبط، كلش دينس، كلش مرتبط بقوه، والسبونجي لا يكون رخو بفتحات وشي، فما يعني الكومباكت هو القوه، والسبونجي مو يعني اضعف منه بهوايه. بينما الفيشيال بونز اللي تكون لك مالتك السكيلتون مال الفيس تكون سبونجي، بس تكون فقط سبونجي. اوكي زين، ديبلويك تو كومباكت بون وذ سبونجي بون ان بتوين، فهي تصير لامينا انترنا تكون طبقه داخليه وبيناتهم سبونجي بون، ولامينا اكسترنا طبقه خارجيه. عندي فد مشكله انه انا اذا جيت اليوم على الجمجمه مالتك وضربتك هنا على الفور هيد مالتك، ضربتك بالشاكوش، حيصير عندك في شيء اسمه ديبرست فراكتشر، يعني الكسر الخاسف، شلون الكسر مثل الخسفه هذه، فهذا كسر مال الخسفه اللي حيصير شنو هو؟ انت عندك هاي العظمه مال الجمجمه،
هاي العظمه مال الجمجمه قلنا هي ديبلويد بون، يعني طبق خارجي وطبق داخلي وسبونج بالنص، هاي الجمجمه ايش حيصير بيها؟ بس اللامنه اكسترنا حتتضرر، بينما اللامنه انترنا والدماغ ما حيتضرر، هذا النوع من الكسور. The skulls contain multiple cavities to accommodate certain. يقول لك بيها غرف كافيتيز، يعني نفس سالفه قلنا هذه السالفه مال الغرف، عمود يصير بيها vital structure مثل العين مثل الدماغ مثل النيزل كافيتي والى اخره. ويقول لك الريليشن بين ذيس اكستريم امبورتنس، يعني العلاقه بين ذني الغرف كلش مهمه، يعني العلاقه بين الدماغ وبين العين بين العين مهمه بالعمليات، مهمه بالتشريح وبالدخول والخروج مال التراكيب. يقول لك many foramina are present in the skull. يقول لك هذا ترى ال شو اسمه، يقول لك انا اذا جيت طالع على الجمجمه من جوا هو اصعب، ممكن اصعب شيء ممكن اشوف الجمجمه، شيء كلش معقد تشوفه بوجهكم، وهاي منطقه كلش يعني فايتال، يعني تربط الجمجمه بالجسم. المهم most many foramina are present in the skull to provide passage of nerve vessels processes. المهم يقول لك يابا ترى السكال حتجي، من حنجي ندرس السكال ونشوفها بالعظم مالتها، حنشوف كوما فتحات، من هنا فتحه وهنا فتحه وهنا فتحه وهنا فتحه وهنا فتحه وهنا فتحه، وهاي فتحه كلش كبيره، ومن هنا فتحات، من هاي الفتحات كلش مهمه. ليش؟ انا عندي دماغ طلع منه نيرف، هذا النيرف راح يوديه للعين، حيطب من هاي الفتحه، راح طب من هاي الفتحه، راح طب من هاي الفتحه، راح طب من فتحه توديني للحلق، فتحه توديني ترجعني للاذن، فتحه عباره عن كلها فتحات وطرق على مود تعبر الشرايين والاورده والاعصاب وتروح تنتقل من غرفه لغرفه حسب الحاجه. اوكي. واكو همنا بالجمجمه حنشوف بروسيسز، تعرف شنو بروسيسز؟ يعني بروزات، بروميننسز مناطق عاليه، لاينز مثل هاي اللاينات الموجوده هنا، هذني تشلب بهن عضلات، تشلب بهن ليجمنتات الى اخره. وهاي اشياء مو جديده، يعني هاي اشياء نعرفها بس انها حتكون بشكل كلش كبير، وسبب لان المنطقه صغيره وكما بها تفاصيل، فحتشوف بشكل مبالغ يعني اعدادهم مثل قبل. يقول لك there are two mobile joints for the skull. يقول لك يا ترى هاي الجمجمه مالتك هي واللي حولها بس بها اثنين مفصلين يتحركن، زين انت قلت بس عظمه تتحرك، اوكي العظمه المفصل الثاني هو بين الجمجمه وبين العمود الفقري، يعني الجمجمه نفسها بس بها مفصل واحد يتحرك، اللي هو من هو؟ اللي هو الجو، اللي هنا صاير اللور جو او المانديبولر جو، اللي هو التمبورال، هنا عظمه اسمها تمبورال بون، وهنا عندك المانديبول، بيناتهم يصير جوينت يسموه تمبورال مانديبولر جوينت، هذا يتحرك على مود يخليك تاكل. والعظمه الثانيه اللي هي اتلانتو اوكسيبيتال جوينت وذ سي 1 فيرتبرا، الفقره العنقيه الاولى اللي تربط لك الجمجمه بالعمود الفقري. اوكي بين الجمجمه وبين اول فقره اكو فد مفصل يخليك تسوي نودنج، تخليك تقول اي ولا، يخليك تتحرك الجمجمه مالتك، هذا المفصل يسموه اتلانتو، لان اول فقره اسمها اطلس، وهاي العظمه اللي هنا صايره اللي تربط الجمجمه اللي هي جزء من الجمجمه تربطها بالعمود الفقري يسموها اوكسيبيتال، يسموها اتلانتو اوكسيبيتال جوينت، ثني الجوينتات الاثنين اللي يتحركن بهاي المنطقه كلها. يقول لك يابا اني قلنا الجمجمه عباره عن 22 عظمه بس واحد يتحرك، والواحد اللي يتحرك نوع الجوينت مالته ساينوفيال اللي يتحرك، بينما بقيه الجوينتات وبقيه العظام ترتبط وحده بالاخرى ترتبط بفايبرس جوينت يسموها سوتشر. فايبرس جوينت يسموه سوتشر، يعني تجي عظمه يمنى وعظمه يسرى وتشلب تشلب كلش قوي. شلون تعال جيب ايدك اليمنى ويسرك ايدك اليسرى ودخلها وحده بالاخرى وشد، حتشوف هو هذا الفايبرس جوينت، تكون تركيب كلش قوي ورابط ربطه قويه بحيث ما يتحرك، بحيث يلزقها واحده باللوك، شلون الصمغ اللي لزقتهم بين اثنيناتهم، نفس الشيء هذا الفايبرس جوينت. اكو كوما بي جوينتات، كل عظمتين يلتقن يكون سوتشر معين، او هذا الجوينت القوي كلش بعد حسميه سوتشر، للسهوله اسميه سوتشر، سوتشر يعني شلون الخياط، شلون لازقها بصمغ ومخيطهم. السوتشرات المهمه عندي كورونال سوتشر، كورونال يعني لانه يفوز بالكورونا سكشن يسموه كورونا سوتشر، اللي هو بين هاي العظمه وبين العظمتين، هذا سناكو سوتشر يسموه كورونا سوتشر. السوتشر اللي بين هاي العظمه وهاي العظمه اللي يفوت به، طبعا ذني مو كلهن، ذني المشهورات او المهمات يعني حاليا بالوقت الحالي. اكو سوتشر او مفصل يربط بين هاي العظمه وهاي العظمه ويمر بالسجيتال لاين يسموه سجيتال سوتشر، واكو اللي وراه مفصل صاير هيجي يسموه ليمدويد، يمر بين هاي العظمه وهاي العظمه وهاي العظمه. يربطهم سوية يخيطهم خياط قوي. في النهاية بالله ذيك كورونا اللي يعني كورونا سكشن، هذا على سجل سكشن، زين هذا يسموه الامدويد. اكو بالفيزياء هذا اللي يسموه لمدا طول الموجي، هنا تقريبا ماخذ نفس شكل اللمدا، فهذا يسموه الامدويد. اوكي وهاي هنا المنطقة يسموها اللمدا. الفونتينيل، اول ما انت جيت للدنيا او انت ببطن امك، ظني السوتشرات ما مرتبطة بوحدة باللخ،
ما مرتبطه واحده باللخ، يعني قصدي يعني ما شيء صار متعظمه صار كلش قوي، لا كان قبل اكو ممبرين هيك اكو غشاء، يعني مو مثل هسه، يعني بعدين من تكبر ذني هذا تقرب من هاي وترتبط ربط قويه ويصير فايبر تشو وتتعظم والى اخره، تصير السوتشر. اما قبل هيك كان اكو ممبرين، اكو غشاء لين موجود بكل مكان سوتشر. هسه ذني هاي بعد ما تكبر وتصير هسه هسه هيك حاليا، بس من جت الدنيا كانت هيك عباره عن غشاء يربط بين ذني العظمات، وهذا الغشاء لين، يعني ممكن هاي العظمه ادفع هاي العظمه تصير فوق بالخ، ويعني كانت الجمجمه كلش تتحرك وقتها، يعني يربط بيناتهم غشاء، غشاء لين. اوكي هاي الاغشيه، طبعا الغشاء من يكون كلش عريض بمكان يسموه فونتينيل. هذا ليش موجود اول ما تجي الدنيا؟ هذا الفونتينيل من تطلع من بطن امك، من تطلع من يعني صار عندك ديليفري، صار فجاينال ديليفري، راسك ما يقدر يطلع من الفجاينا، لان الفجاينا فتحه مال الفجاينا ضيقه بالنسبه لراسك كلش كبير. فاللي حيصير شنو هو؟ انه من حيصير ضغط على راسك حتركب عظمه فوق عظمه، ويصير ريمودلنج بالشكل هذا، عظمه تركب فوق عظمه وعظمه تتحرك والجمجمه تصير بيها مرونه، تقدر تطلع يصير الدليفري بشكل صحيح. فلهذا هاي موجوده الفونتينيل اول ما تجي للدنيا. بعدين مرور الزمن كل فونتينيل معينه حسب كبرها وحسب يعني نسبه هاي كبيره وهاي صغيره، هاي هاي تطول شويه حسب الكبر مالتها، شوي شوي تبدي يصير بيها تعظم هنا والى ان تلتقن ويصير هاي الخيوط القويه يسموها الفونتينيل. فونتينيل ار سبيسز بتوين نيورو كرينيال بونز، بين عظام الجمجمه اللي هو وين ما تلتقى عظمه بعظمه يصير بيناتهم سوتشر. هاي الفونتينيل كانت ممبرين، يعني هاي السوتشر اول ما جت للدنيا. lies at the ends of the main sutures، قلنا من تكبر كلش هاي المنطقه، يعني هسه مثلا هذا سوتشر، هذا ممبرين، هذا ممبرين، هاي المنطقه الممبرين هاي كلش كبير فيسموه فونتينيل. اوكي ف at the end of the main suture allow the skull to shrink in size during birth or during delivery are 6 in number. ذني الفونتينيل ذني الكبار كلش عددهم 6، 2 بيرد و2 امبير، يعني بيرد شنو يعني موجوده يمنى ويسرى و2 امبير. هاي اللي قدام انتيرير فونتينيل وهاي بوستيرير فونتينيل، من يلتقي السجيتال ويا الكورونال يكون لك هنا منطقه يسموها انتيرير فونتينيل او البريغما. اوكي وهنا وين يلتقي السجيتال ويا الليمدويد يسموها البوستيرير فونتينيل او الليمدويد او اللمدا. ذني الفونتينيلات يعني شنو معناها بالعربي؟ هي اليافوخات. اكيد اذا تجي تشوف طفل ولا تدوس براسه حتشوف منطقه تقدر تخسف بيها اللي موجود بيها هذا الممبرين، وعرفنا شنو سببه وشنو فائدته. طبعا هاي اخذناها الامبيرد، اكو اثنين بيرد همين هسه نشوفهم هنا بالنيو نيت صارت يمنى ويسرى. هنا هذن الاثنين الجانبيات نكبر شوي. اوكي عندك هنا هم وحده يسموها هنا عظمه يسموها عظمه السفينويد، هاي العظمه الصفراء اللي هي السفينويد، فهاي اليمها صاير الفونتينيل اللي هو اللاترال فونتينيل يسموه سفينويد الفونتينيل. هنا اكو عظمه هاي البرود يسموه الماستويد، فهنا يسموها الماستويد فونتينيل او اللاترال. هاي موجوده من هاي الجهه وموجوده من الجهه اليسرى او من الجهه اليمنى، فذني ايضا الفونتينالات موجوده. اوكي وطبعا هذا الفونتينيل ينسد ويكبر وشي، بس عندك هذا ذني الفونتينيلات، هذا مثلا هذا الفونتينيل من يكبر وش اسمه يعني حتى ورا ما يكبر، لحظه خلينا نحكي عن سالفه. فاذا قلنا هذا الممبرين موجود وما تجي للدنيا ايش حيصير بعدين؟ قلنا هذا كله حيتعظم، يعني حيتحول هذا النسيج كله الى عظم عظم عظم، واخر شيء يرتبط العظم بالعظمه بسوتشر فايبرس تشو بسوتشر كلش قوي. كله قلنا كل واحده حسب الوقت حسب كبرها تطول، مثلا هاي الانتيريور فونتينيل طول سنه ونص يعني 18 شهر، وهاي طول 3 اشهر يعني اصغر منها، وذنيش همينه. بينما عندك هاي حتى ولو ما تتعظم هذا يتحول الى عظم الممبرين، حتبقى منطقه هنا رقيقه، يعني اذا تضرب بوكس على المنطقه تنكسر. فهاي المنطقه شو يسموها؟ هاي المنطقه ورا ما تكبر يسموها التيريون، هنا يسموها الاستريون. هاي خليها ببالك حتروح تاخذها الكلينيكال مستقبلا، بس خليها ببالك الفكره. هاي هم طلعت مذكوره اللاترال فونتينيل اللي هي السفينويد او التيريون والماستويد او الاستريون، ذن هنا موجودات. يقول لك الفسيولوجي اوف ذا سكال فونتينيل هاو دو ذا بوني سكال باس ثرو ذا بيرث كانال، يقول لك شلون حتعبر من البيرث كانال؟ انه تعبر من البيرث كانال انه عظم تركب فوق عظمه وهيك الى ان تصير لك هاي العمليه. اوكي اوكي طبعا ورا ما البيبي يطلع من الفجاينا يصير عندها ديليفري،
وعظمه تركب فوق عظمه وين وين يصير، صار عندك حاله اسمها الكابت سكسيدينيوم. يعني اتمنى اذا الفضل صحيح، الكابت سكسيدينيوم اللي هي شنو، من حيطلع اثناء الدليفري حيصير لكم بريشر كلش ضغط عالي على الهيد مال الفيتس مال البيبي عفوا. فهذا الضغط كلش العالي حيخلي فد حيسد الفينس درينج، ما حيخلي الفينس فلويد ينزل، فحيظل شويه يجمع يجمع فوق يجمع فوق لين يسوي لك فد اديمه. هاي الاديمه يسموها كابت سكسيدينيا، مثل هاي المنطقه. يعني تجي تحس هيك، تحس منطقه منفوخه، مو هذا البيبي، وانما حتشوف هيك بالبيبي منطقه بلج منفوخه ما لها حدود واضحه كلش بسبب وجود سوائل متجمعه. اديمه هاي تطول يوم يومين، حاله كلش طبيعيه وكلش كومن كلينيكال، في شي كلينيكال حناخذه يعني بالسلايدات الجايه. عندي في شيء اسمه الباترسس هي مثل الدعامه، يقول لك اني العظم ترتيبه وارتباطاته مرتبطه بشكل كون دعامات. شنو هاي الدعامه؟ انا عندي الفيشل سكليتون او الفيشل بونز ضعيفه، بينما الكرانيوم كلش قويه، ليش ديبلويك هاي سبونجي. فمن تسلط قوه على منطقه الفيشل، حتى هاي القوه حتنتقل نظرا يعني للتركيب والتشكيل مال العظام، حتنتقل بشكل يوديها للكرانيوم اللي هو القوي، فحيخليه يمتص القوه فيحمي الفيشل بونز. فالفيشل بونز ممكن تتحمل قوه اللي تنتقل للكرانيوم الى حد معين، تتحمل قوة معينة، أما بدون هذا البطرسس ما تتحمل أي شيء، فهو مجرد هيكل بسبب الهيكلية مال الجمجمة. نفس الشيء البطرسس ممكن نشوفها بالأبنية، البناء إذا ما بي بطرس والمهندس ما يفتهم والبطرس ما كان تعبان، ماكو بطرسس قوية، البناء ورا كم يوم ينهد، تسلط عليه قوة زايدة ينهد، هزة أرضية راسا يتفلج، أقل هزة أرضية يتفلج البناء، لأن ماكو بطرسس تنقل القوة بشكل صحيح وتنقل القوة للمكان القوي. أوكي؟ فحتى يعني شيء موجود بالأبنية. يقول لك the segments of bones are encased and supported by a moraged framework of buttresses، يعني دعامات. the mid face is anchored to the cranium through this. يقول لك هذا الفيس تشلب بالكرانيوم بهاي الدعامات بحيث تنقل القوة، من تجيبها القوة تنقل للكرانيوم وتحمي الفيس. the buttress system absorb and transmit force applied to the facial skeleton to the stronger bones. اكو buttresses vertebral اكو horizontal، طبعا ذني ما يقدر تحفظهم اذا تحفظ اسماء البونز، لكن حاوضح لك اياها فكره بسيطه. النيزو ماكسيلاري، هنا عندي نيزل بون، هنا عندي ماكسيلاري، يعني نشوف صوره افضل. اي هناك عظمه اسمها نيزل، هنا عندك ماكسيلاري، فهاي القوه الضربه تنتقل منها تروح هيجي. اكو دعامات او خطوط انتقال القوه عموديه واكو افقيه، المهم يحط لك اياها بالنهايه. صار شيء انقطع الفيديو، بس نكمل. قلنا البطرس شنو هو، وافتهمنا وقلنا هاي العظام ما حتفتهمها الا ان يعني تقرا العظام كلها عم تفتهم شنو هاي البني الاسماء، بس حاحكي اياها بشكل معين. انه ذني عباره عن شلون حتنتقل الطريق مال انتقال هاي القوه من تنضرب. مثلا عندك طريق اللي هو النيزو ماكسيلاري اللي هو عمودي. وين النيزو ماكسيلاري؟ كان نطلع صوره للشمشمه، عفوا السكال، وشوف لها الانتيريور اي الانتيريور فيو، مخرج الشخابيط. اوكي درو، هاي عظمه اسمها النيزل، هاي عظمه اسمها ماكسيلاري. فالخط يعني هذا من تنضرب القوه حتى شلون تنتقل هيجي، هذا خط عمودي تقريبا يسموه نيزو ماكسيلاري بطرس. مثال ثاني، زايجوماتيكوم ماكسيلاري اللي هو هم فيرتيكال، هاي عظمه الماكسيلا، هاي عظمه الزايجوماتيك او زيجوماتيك بون، حتنتقل هيجي. لا صار هاي لحظة درو، نيجي نرسم من المكزلة إلى الزيجوماتيك وصعد فوق، هذا فيرتيكال بطرس ثاني، وذاك الثالث نفس الشيء. من حتقرا البون، هذا صار تريجو مكزلة صار وراها، يعني أنت ما حتفتهم هاي إلا أنت تدرس عظمة التريجويد بروسيس المكزلة وهي، بس مو صايرة ورا هاي، صار لي ورا أصلا، صار ورا الفيشيال سكيليتون. أوكي صار من ورا يعني. والهوريزونتال بطرس هي اللي نخط نقل القوة بالعرض، مثل الجلابيلا. الجلابيلا شنو هي؟ هاي الخسفه اللي صايره هنا، هاي الخسفه صايره هنا، صار هيك افقيه، هاي تنتقل الخطه، يعني شلون مثلا انتقلت هيك القوه وراحت توزعت هيك هيك معناها. الاوربيتال ريم يعني هاي مثلا الحدود مال المحجر العين، تروح مثلا تجي القوه منا تنتقل منا وبعدين يعني تروح بهذا الجسم المكزيلاري زايجوماتيكو بطرس، تروح تصعد الاوكسيبيتال بونت تتجمع القوه. فهي تسلك اكثر من طريق مره واحده، عم توزع القوه باكثر من مكان، عم تخف القوه ما تسبب اذى. اوكي، وعندك الزايكوماتيك بروسيس،
اللي هي هاي طبعا الطرق كلها مبينه بهذا الرسم تقدرين تشوفوها، بس انا باين على العظام هذا الاسم من مين اجي، مخر هاي الشخابيط، اي هاي عظمه الزايجوماتيك، يقول لك من الزايجوماتيك بروسس اللي هي يعني من البروسس مال الزايجوماتيك تروح هيك هاي افقي، يعني تحت بعدين حتقرا انه الزايجوماتيك هي بون بها بروسيسز، فهي اكو طريق اسمه الزايجوماتيك بروسيس، يعني تروح هيك افقي يعني تنتقل من هنا تروح هيك والى اخره. اكو المكزيلاري بالت، هاي هي المكزيلا ذني هاي الخضراء مو المكزيلا، من جت هاي المكزيلاري بالت قلنا هذا هنا البالت هو السقف مال الفم، فهنا بهاي المنطقه اكو باترس، وهنا اكو مندبيولار، واكو هنا جوا الفيلر، فهنا المهم تفهم فكره الباترس، مثلا جت قوه من هنا حتروح منها بهذا الطريق، تمشي منها بهذا الطريق وتروح منها، تروح من الاوربيتال ريم وتروح من هنا، فتوزعت القوه بكل مكان، فالضربه قوه مالتها تشتتت فعمود تحميك. يقول لك when the external force are applied these components prevent disruption of the facial skeleton، تحمي الفيشل سكليتون until a critical level is reached and then fractures occur، يقول لك تحميك الى حد معين. اوكي يعني انا الربل اقول لك الربل ممكن ان تنشد، اذا الربل لزمتها وشي ظلت اشد بيها شد بيها تنشد الى حد معين ولا تنقطع، اوكي هي تنشد بس تنقطع ورا حد معين، تنشد الى حد معين، فنفس الشيء هاي تحميك الى حد معين، البناء نفس الشيء بي بطرس، بطرس يحميه من قوه زلزال خفيف اوكي يمشي تتوزع القوه وينتهي، بس اذا جت فيها هزه ارضيه قويه البناء لو 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 1000 بطرس يروح يصير ويقع يصير تراب، فيعني within limitations. اكو بهاي منطقه الفيشيال سكليتون ممكن تصير كسور يسموها هاي الكسور يسموها ليفورت، اكو ثلاث انواع، اذا صارت بهالمنطقه هذه الكسر يعني اذا رجعنا لنا للصوره هاي ومسحنا الشخابيط، اذا صار عندك كسر طبعا هاي البطرس هم تفيدهم من يصير اكو كسر بالبون يخيطون حسب هذا البطرس بحيث يستمر هذا البطرس بالنقل مالته القوه، نح عليهم كل شيء تستفاد منها مستقبلا تفتهم شنو الوضع. اوكي اذا صار كسر بالفيشيال سكليتون بهاي المنطقه هو اي كسر بالفيشل سكليتون يسموه ليفورت، من ذني الثلاثه احنا عددتهم، اذا صار بهالمنطقه يسموه ليفورت 1، اذا صار هنا يصير ليفورت 2 يسموه اوبراميديكال، اذا صار والله هنا كلش يسموه بيراميد ليفورت 3، وهذا واحد اخطر من الاخر، كل ما تصعد فوق كل ما تتاذى المنطقه اللي تاذي اكثر كل ما يصير اخطر، ذن ثلاثتين واضحات بهذا الرسم. ليفورت 1 اقل خطوره اكثر شيوعه وتستمر هيك كل مزيد، يعني هذا اكثر خطوره اقل شائع. which affect the buttress system is serious and may be fatal and Lefort 1 fracture the upper jaw drops. يقول لك بهذا الابر فراكشر من توب من ناصر الفراكشر مالتك الجو حينزل، فتجي تشوف يعني المصاب هيك مالت الفك ما متوازن، فك شو اسمه شو اسمه الفك العلوي مالته ما متزن ما صاير عدل صاير اعوج او شيء، يعني الكسر صار فيه، لان الكسر صار من تجي قوه اكبر من التحمل مال البترس سيستم. شوف ذا كلينيكال كورليشنز، هاي كابوت سكسيدينيوم خذناها انه هي سوالينج او اديما اوف ذا نيو بورن سكالب سون افتر ديليفري، بعد الدليفري قلنا يصير اكو كلش بريشر عالي على الهيد مال الطفل، فالفينس درينج شوي ينقطع فتحول سوائل شوي تجمع هنا مثل الاديما تسوي لك بالسبكوتينيوس تيشو طبعا، وهاي الأدمة هنا تقدر تضغطها ايش تحس بيها ما لها حدود طبعا واضحه، وهاي يوم يومين تروح طبيعيه كلش وكمان تكون appears as a lump or a bump on their head، شو ما يصير مثل الصعده او البلج براتمر الهيد، this condition is caused by the prolonged pressure from the dilated cervix يعني عنق الرحم او الفجينال walls او الوالز مال الفجينه during delivery اثناء الحمل. skull fractures كنا most cranial bones are diploic يعني اثنين compact ونصهم spongy sometimes when a blunt force is exerted on the skull so like depressive fracture، وهذا خلناه depressive fracture، وقلنا انه ال inner table ولا البرين تشوف اثنيناتهم ما هي ضرورة فقط ال external lamina. cranial suture قلناها وفهمناها وشي ووضحناها، وقلنا كل واحد حيتسد ورا فترة معينة، اذا واحد انسد مالته قبل الموعد يعني ممكن تجي حالات مرضية الشخص مالته هاي السوشر تنسد قبل ما يعني الوقت المحدد، يعني هي لازم تظل مفتوحه عمود ينمو، يعني هي اوكي هم قلنا تساعد انه عمود الجمجمه تتراكم وانت فوق اللخ ويطلع الطفل اثناء الدليفري، لكن هم مهمه انه الدماغ يكبر ويتوسع، اوكي؟ الدماغ يكبر ويتوسع والجمجمه تكبر وتتوسع، يعني انت طفل انت راسك من انت وطفل مو مثل راسك هسه، اكيد كبر وتوسع، فنفس الفكره هنا انه ما ينسد الراسن لكن لازم يسد باي تايم محدد الى ان يناسب ويا النمو مال الجمجمه والدماغ والى اخره. فاذا سدد قبل الموعد مالتها حيصير تشوهات خلقيه بالشخص
اوكي يسموها برايمري كرينيوسينستوسيس، يعني هناك كرينيوسينستوسيس يعني قاعد تنسد قبل الموعد مالتها. ريزلت ان سيفرال كرينيال مالفورميشن، حسب لك تشوهات بالكرينيوم مالتك بالبراسك وبالجمجمه مالتك. اكو تشوه سموه سكيفيو سكافوسيفالي. سكافوسيفالي من اسمه بدام بدايته اس يعني سجيتال، هذا السجيتال سوشر سوتشر، يعني مو بس الفونتينيل حتنسد وانما السوتشر كل يعني الممبرين كله مو بس الفونتينيل مالت الواسعه. نرجع لوين النيونيت، هنا الصوره مال النيونيت. اي هذا السوتشر اذا انسد قبل الموعد مالته فحيظل النمو وين؟ حيظل النمو من هاي الجهه ومن هاي الجهه، فحيصير البيبي شكله هيجي. وين البي دي اف؟ حيصير شكله هيجي، حيصير وجهه طولاني بعد ما يكبر يمنى ويسرى، ما يكبر بالعروض فقط يكبر بالطول، فيصير شكله هيجي. اوكي؟ فهذا مال فورميشن، هذا يطلب تدخل جراحي. اكو في شيء اسمه البليجيوسيفالي. اوكي، انا عندي لي قدام كورونال سو، يعني حسب اختلاف وين حصر السده يعني حيتغير اسمه. اكو كورونال سوتشر، اكو هنا الليمدويد سوتشر. البليجيوسيفالي حينسد واحد يعني حينسد له كورونال له الليمدويد ومن جهه واحده، يعني لو من هاي الجهه لو من هاي الجهه ينسد يعني من الجهه هاي مفتوح. اوكي؟ فحيصير شكل البيبي مشوه من جهه واحده وبشكل ايسيمتريك بشكل غير متناظر. هسه شوف صوره شلون حيصير الوضعيه. يعني حصر شلون هاي انت عندك عينين متناظرات، حصر هنا براسك بالجمجمه مثلا بالفورهيد منطقه مرتفعه ومنطقه عاديه او منطقه ناصيه. فهسه حنشوف صوره عليها، فيقول لك هي بريماتشور كلوجر اور اوف كورونال اور ليمدويد سوتشر اكرز اون وان سايد اونلي. يعني هذا اللي يميز البليجيوسيفالي انه هو ان وان سايد. ذا كرينيوم از تويستد اند اسيمتريكال. لا مو هذه الصوره، هسه شوف الصوره. هذه الصوره، شوف هسه هذا منه مسدود الليمدويد. منا مسدود ومنا ما مسدود، فمنا قام يكبر اكبر اكثر فصار في شيء ما متناظر، يعني هو المفروض الراس هيك ينتهي بس منا صار اكو زياده او ممكن تصير اللي قدام همينه. زين. عندي الاوكسيسيفالي او البراكيسيفالي. البراكيسيفالي والاوكسيسيفالي ينسد عندك الكورونال سوتشر كله مو من جهه واحده بس رايت او ليفت، كل الكورونال سوتشر ينسد. فايش حصير الكرانيوم؟ حصير هاي تاور لايك. يعني انا باوع عندي هذا هو الكورونال سوتشر سديته، حتكبر يمنى ويسرى وتكبر من هنا، فحيصير الجمجمه شكلها مثل التاور، يعني بس منها تكبر منها حتظل الصنديحه مالتك نازله. شلون صورة عليها؟ هيك منها اشوف الكورونال سوتشر هاي المنطقه بعد ما تقدمت لقدام وما كبرت الصنديحه. يعني الفورهيد. بينما الليمدويد والساجيتال قاعد تكبر 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 فصار شكله هيك مثل التاور مثل القلعه راس الشخص. فذي قلنا يطلبن تدخل جراحي. يقول لك عظمه الاثمويد كونسيرنينج اثمويد بوزيشن. طبعا لهنا بعد خلصت الفيديو لانه ما حتفهم شنو الاثمويد الى ان تكون انت ماخذ العظام بالعملي. فمن المحاضره الجايه نكمل الاثمويد والترانس سفينويدال ابروتش. وهيك تكون انتهت الفيديو، اتمنى يكون الفيديو كان واضح ومفهوم وشكرا.